نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، افتتح معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء المبنيين الجديدين لوزارة المواصلات والاتصالات ومبنى مركز إدارة الحركة الجوية التابع للوزارة والكائنين بمحافظة المحرق على مقربة من مطار البحرين الدولي، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين. وبهذه المناسبة أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله عن أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تكليف سموه له وتشريفه بافتتاح هذين المبنيين نيابة عن سموه، واللذين يجسدان ما يحظى به قطاع المواصلات والاتصالات من دعم واهتمام يعكسان المساعي الوطنية المتواصلة لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وقال معاليه إنه لمن حسن الطالع أن يتزامن افتتاح هذين المشروعين مع احتفالات مملكة البحرين بعيادها الوطنية المجيدة، والتي تعد فرصة سانحة لإبراز المنجزات الحضارية وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز المكانة الاقتصادية للمملكة وفق مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة التي تدعو إليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030، علاوة على ما يمثله ذلك من حرص على الالتزام بتحديث وتطوير البنى التحتية لقطاع المواصلات والاتصالات الذي نفخر بإدارته وتشغيله من قبل كوادر بشرية وطنية مؤهلة ومدربة وفق أعلى المعايير. وأوضح معاليه أن هذين المبنيين اللذين يعدان من المشاريع الحيوية يعكسان أهمية تكامل الجهود الحكومية ضمن فريق البحرين، وذلك في قطاع المباني الذي تحرص اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية على متابعة سير التقدم في مشاريعه، وتشرف عليه وتنفذه وزارة الأشغال التي تراعي في تصاميمها المعمارية الموازنة بين تلبية الاحتياجات والمحافظة على البيئة والأفكار التي تزاوج ما بين إبراز الهوية البحرينية والروح الحدثية المعاصرة للمباني. وتقدم معاليه بالثناء والتقدير للقائمين على مشروع مبنى المواصلات والاتصالات والذي يسهم في خفض النفقات والتكلفة التشغيلية للمرافق ويحقق التوظيف الأمثل والمستدام للموارد، وكذلك للقائمين على مشروع مبنى مركز إدارة الحركة الجوية والذي يعد الأحدث في المنطقة من حيث تجهيزه بمعدات وتقنيات متقدمة ومتطورة، الأمر الذي يؤكد حرص المملكة على تعزيز السلامة ورفع كفاءتها لتوفير خدمات الملاحة الجوية بأعلى مستويات السلامة والجودة وفقا لمعايير ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، وذلك بما يواكب الحركة المتنامية في الإقليم الجوي للمملكة والتي تقدر بأكثر من 600 ألف رحلة سنويا. وخلال حفل الافتتاح اطلع معاليه على معرض صور يتضمن آخر مستجدات المشاريع التي تنفذها وزارة المواصلات والاتصالات، والتي من شأنها أن تعزز من ربط مملكة البحرين بدول المنطقة والعالم وترسخ سمعتها بوصفها إحدى الدول الرائدة في مجال تقديم خدمات ملاحة جوية وبحرية متميزة. من جانبه أكد سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات أن تنفيذ هذين المشروعين يعد إنجازا يضاف لإنجازات مسيرة البناء ويجسد ترجمة حقيقية لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. من جهته أكد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال أن الوزارة وضعت المخططات الهندسية التي تضمن إنجاز المبنى النموذجي الجديد لوزارة المواصلات والاتصالات بالشكل الأمثل والذي يدعم مبادرات خطة التعافي الاقتصادي.
المبنى يعكس اهتمام الحكومة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واهتمامهم بتوفير البيئة المناسبة للموظفين وتحفيزهم على الإنجاز وعلى تقديم الخدمات ضمن الأهداف المنشودة للحكومة والمستندة والمستمدة من التطوير الخدمات والاستدامة. لا شك أن المبنى اليوم هو يقع تقريبا على 19 ألف متر مربع ويضم 7 طوابق إلى جانب الطابق الأرضي، وهذه بدوره راح يوفر الفرصة إلى أن جميع قطاعات الوزارة المختلفة أن هي تكون تحت سقف واحد. طبيعي تقوم وزارة الأشغال بالتصميم والإشراف على المباني للجهات الخدمة الحكومية والوزارات، تقوم بتصميمها والإشراف على تنفيذها بما يخدم حركة تنموية في مملكة البحرين. تم تصميم المشروع من قبل الشركة الاستشارية الوطنية دار الخليج الهندسة، وتم تنفيذه من خلال أيضا شركة مقاولات وطنية، شركة الجميل للمقاولات. تبلغ قيمة العقد 7,700,000 دينار بحريني، ومدة تنفيذ المشروع بلغت حوالي 3 سنوات. يضم المبنى أنظمة لإدارة الحركة الجوية بأعلى المواصفات وأعلى ما توصلت لها التكنولوجيا في مجال الملاحة الجوية، بحيث يخدم الطائرات العابرة لإقليم البحرين لمعلومات الطيران والطائرات القادمة لمطار البحرين الدولي. يشغل المبنى طبعا هناك 16 موقع عمل مزدوج لإدارة الحركة الجوية، مدعومة بفريق كامل للهندسة وتقنية المعلومات على مدار الساعة.